احتفلت الكنيسة الإنجيلية الأولى بمحافظة أسيوط بمرور 150 عام على تأسيسها بحضور محافظ أسيوط عصام سعد والقس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وقساوسة ومطارنات الطوائف المسيحية الثلاث بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والقيادات التنفيذية والشعبية. وأكد القس أندريا زكي أن الكنيسة الإنجيلية أقدم كنائس مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الاحتفال بتأسيسها وتجديدها يعكس تقدير الكنيسة لاهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شيدت في عهده أكبر الكنائس، وتم توفيق أوضاع وتجديد المئات منها، موجها الشكر والتقدير لهذا الاهتمام الذي حظيت به الكنيسة المصرية خلال سنوات عهده. احنا النهاردة بنحتفل بمرور 150 سنة على تجديد الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط وتجديد قاعة العبادة. وأنا في البداية بتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي في عهده بنتحرك عبر الجمهورية كلها وبنفتتح كنايس وبندشن كنايس واللي فيه مساحة حقيقية لحرية العبادة. النهاردة مع السيد الوزير المحافظ ومع قيادات الكنيسة من كافة الطوائف ومن كافة الكنائس بنفتتح معا مبنى العبادة. الكنيسة الإنجيلية الأولى في أسيوط تأسست سنة 1870، ومنذ ذلك التاريخ والكنيسة بتعيش مع الناس وبتعيش للناس في خدمة إلهنا. احنا بهذه المناسبة بنشكر الله لأجل مصر، لأجل القيادة السياسية، لأجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأجل الروح الجميلة اللي بتسود في مصر ما بين المسلمين وما بين المسيحيين وما بين الحرية اللي بنقدر نشوفها في بناء كنائس، في تجديدات كنائس، في كل هذه الأمور. للاحتفال بمرور 150 عام على تاريخ الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، أعرق وأقدم كنيسة في تاريخ مصر والشرق الأوسط، كنيسة منذ 1870 في خدمة الجميع مسلمين ومسيحيين، تهتم بالنواحي الطبية والتعليمية، تهتم بكل إنسان على صعيد مصر.